السلام عليكم. دشنا صبيحة البارح وزير النقل بمعية والي ولاية مستغانم. إذن دشنا ترامواي تاع المدينة تاع مستغانم واللي سوف يفتتح إن شاء الله. إذن هنيئا للشعب في مستغانم وللمواطن في مستغانم، وهنيئا للجزائر بهذا الإنجاز وهذا يعني الوافد الجديد للحركة نتاع المرورية والمواصلات في الجزائر، واللي يعزز القدرات نتاع البنى التحتية في ميدان المواصلات وخاصة في ميدان تسيير المدن ببلادنا. وإن شاء الله إن شاء الله يكون فيه يعني البداية تاع الأشغال لمترو عناب لترامواي عنابة، وكذلك الترامواي بجاية وبشار والبوليدة في الأيام أو الأشهر القليلة القادمة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.